السلام عليكم. دامت الأفراح يا وطن، ودام حبك في نفوس أهلك الأوفياء الذين يرددون اليوم معا سارعي للمجد والعلياء، يرددونها وهم في مرحلة النهوض المستمر والحفاظ على تاريخ وحضارة هذا الوطن الخالد والمنارة التي تشع حضارة وحضورا على كافة المستويات. الاحتفال باليوم الوطني السعودي لمن لا يعلم ليس مجرد كلمات تقال، بل هو أفعال يشهدها ويلمسها جميع من في المملكة العربية السعودية من مواطنين وزائرين ومقيمين. الاحتفال يكون احتفالاً باستلهام قصص كفاح ونضال الأباء والأجداد حتى وصلت المملكة إلى ما هي عليه اليوم من عزة وفخر. احتفال بالخطوات التي تخطوها المملكة في جميع المجالات على صعيد الفرد والمجتمع، بالإنجازات السعودية التي تتحدث عن نفسها في جميع المحافل الدولية السياسية والاقتصادية. احتفال تتزاحم فيه الإنجازات ومشاعر الحب والفخر وترسيخ ترابط ووحدة شعب يقف خلف قيادته الحكيمة الواعية ليجسد أروع أنواع التلاحم والحب بين الشعب وقادته، ممثلين أبهى صوره في توحيد الصفوف. احتفال لتجديد روح الوطنية والولاء للوطن والتأكيد على أهمية البذل والعمل والعطاء من أجل رفع راية الوطن خفاقة عالية دائما وأبدا. يوم تحتفل فيه كافة فئات المجتمع من مواطنين ووافدين ومقيمين من مختلف الجنسيات والثقافات والخلفيات والأعراق، بما يؤكد على مكانة المملكة كدولة رائدة في تحقيق مبادئ التعايش السلمي والأخلاق وكرم الترحاب والضيافة. في هذا اليوم تظهر أجمل الكلمات والمشاعر التي تخرج من القلب وتظهر همة تسعى نحو القمة لوطن يملك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهله أن يكون دوماً في الطليعة. لقد قدم قادة هذه البلاد العظيمة جل عطائهم للبناء والعلم والتقدم والازدهار جيلاً بعد جيل، حتى جاء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الحزم والعزم حفظه الله، لتواصل المملكة مسيرتها وتشهد فيه البلاد حركة تنموية شاملة وتحديثاً لا يتوقف وإنجازات وطنية جعلت المملكة تعيش أزهى عصورها. وها هي المملكة اليوم تحتفل بعيدها الوطني، وهي من أكبر 20 اقتصاداً بالعالم وأكبر وأقوى اقتصاد بالشرق الأوسط وأكبر مصدر للنفط بالعالم وأكبر دولة مؤثرة باقتصاد العالم، وتسير بخطوات ثابتة وواثقة نحو المزيد من التنمية والبناء والتطول في مرحلة جديدة عنوانها رؤية 2030 تحت قيادة مهندسها عراب المرحلة وقائد النهضة وحركة التطوير والإصلاح ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. رؤية مستقبلية من أميرها الشاب شعارها همة حتى القمة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً وتحسين جودة ونمط الحياة في المملكة والنهوض برفاهية المجتمع وتعزيز مكانة المملكة السياسية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، والتوجه بالمملكة نحو مصاف أفضل دول العالم في شتى المجالات وإدراج عاصمتها ضمن قائمة أفضل المدن للعيش في العالم. لقد حان يوم جديد غال على قلوبنا جميعاً تحتفل فيه المملكة العربية السعودية بأحد أجمل أيامها وهو اليوم الوطني، فأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وإلى كافة أبناء الشعب السعودي ولكل من يعيش تحت سمائها بهذا اليوم العظيم، سائلين الله أن يديم على المملكة وعلى أهلها العز والأمن والأمان، وأن يحفظ ولاة أمرها ويرزقهم السداد والتوفيق، ويعيد هذه الذكرى أعواماً مديدة تحظى فيها المملكة بمزيد من التقدم والتطور والازدهار. والله يحفظكم ويحفظ ذلكم.